شفت لعيبه النادي الاهلي كلها في لقطتين بعد مباراه سان داونز قال لك عايزين نقابل سان داونز تاني مظبوط محمد ومحمد هاني كله كل اللعيبه بس هي كانت كانت القصه بالنسبه لي انا في ايه؟ في ان الناس كلها خدت الخمسه وقعدت تتكلم فيها ما خدتش قبلها كان في موقعها مهمه جدا كانت في مباراه اهلي وزمالك على ملعب في نص متر ميه مباراه القمه اللي كانت طبعا الاتحاد كانت قمه الوحل وبعدها مبار... يعني وكانت انت رايح مجهد ولكن دي ظروف بس عشان تبقى الناس حافظه ومرتبه الدنيا اللقطه الاروع والافضل هي سخريه مسؤولي سان داونز هي اللقطه دي خالد هي اللقطه دي برجاوي مظبط اللقطه هي اللقطه دي بس هي ما كانتش سخريه والله يا ايهاب بص بص يا محمد بص, بص انا كنت موجود مع خالد من قبل القرعه بيومين ويوم محمد. ال... بص يا آه. محمد اي حد انت عشان شفت باطل الابون وعارف عارف خالد وكل الدنيا تمام لكن هذه اللقطه اتصدرت بمشهد لا <ممم> يليق وهي خرجت في توقيت لا يليق وخرجت بهذا الشكل وكانت اكبر حافز عند الجميع ان هنا من يضحك أخير. اخيرا يضحك كثيرا شكرا دي, دي 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 لقطه مهمه جدا 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 اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي اللي قالت بعد ماتش الخمسه عايزين نقابل سان داونز واللقطه دي والنهارده اختتم المباراة تأهل الأهلي ده أفضل رد